نذكروا بلي في هذا الوقت في المالوف كان كبار راحوا الله يرحمهم ويسع عليهم، اسماء اختفت وخلاو تراث كبير، حاج محمد طاهر الفرقاني الله يرحمه، الدرسوني الله يرحمه، حمدي بناني الله يرحمه، الله يرحمه يعني اسماء مشات مازال باقي مبارك دخله في عنابه، كاين كمال ديب العياشي ربي يطول في عمره، كاين وليد حمدي بناني الله يطول في عمره كذلك، كمال كمال هو اللي درك حاكم لا رولاف، هو اللي يعني اخذ المشعل على الوالد نتاعو. ما ننساوش باللي حمدي بناني اسم كتب بحروف من ذهب في 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 مجال المالوف في 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 ليستوار دو مالوف. حمدي بناني يبقى اسم كبير نترحموا عليه، اوروزمون كمال اخذ المشعل ومسؤوليه راهي كبيره عليكم انتم، يعني لو كان بداو نحسبوا لهم قاعدين في الميدان ولا اللي راهم دركا يحافظوا على التراث وراهم صح قليله باسكو على بالك المالوف تاعنا والموسيقى الاندلسيه بصفه عامه وقت لي جان شويه هربوا منها بزاف، اي ثقيله وكذا، بصح هي اصالتنا الموسيقى الاندلسيه بصفه عامه مش غير المالوف، سواء الصنعه في الجزائر ولا الغرناطي في تلمسان، هي اصلنا هي ليدونتيتي تاعنا وما عندناش بديل عليها. حنايا بوراتي لي جون باه يتعلموا هذه الموسيقى هذه، مشينا شويه في لافيزيون كما التجربه اللي درناها مع طارق كادم، مشينا شويه في لافيزيون ولقيت انا باللي هذه التجربه هذه تاع البوغي عصري مدت ما تقدرش تصور رياض، يعني لو نومبر دو جون اللي بعث لي لي ميساج فيا لي ريزو سوسيو عجبتهم ليكسبيريونس وعادوا يتحببوا للموسيقى نتاعنا. شوف برك تفاعل تاع الجمهور تاعنا اليوم مع الاغنيات تعرف كان كذلك المشروع تاع سينوج صح. كان مشروع تاع سينوج اللي كذلك عطى اون ديمارش يعني جاز ان بو جازيفي للموسيقى على المالوف، وكانوا هما ثاني يعني داروا هاد التجربه في الميدان. كامل فرقه سينوج مع السلامه اليوم. ممكن نتكلموا على المالوف نذكروا تارك بين يعني شحال راكم لو كان نحسبوهم ونذكروهم الناس اللي راهم بارزين اكتوالمون يعني على الساحه الفنيه، كاين كمال بناني، كاين انت، كاين عدلان فرقاني، يعني هاد الاسماء اللي راهي ترجع بزاف، دونك المسؤوليه راها كبيره من كبيره يعني ثقيله على عليكم انتم صح باش تحافظوا على التراث وتحافظوا على المالوف. كيما سي بو كي تحسب ثلاثه من الناس ولا اربعه، ماما كوستانتين عندنا، مالك شلوك عندنا، عادل مغواش عندنا، دي جون طالون اللي يغنيوا المالوف مليح ومحافظين ويعملوا كل مجهودهم انهم يحافظوا على هذا التراث، مي قليل مي ما برزوش ثاني ما برزوش وما بانوش. دونك ما عطيناهمش الفرصه، مي نقولوا الحمد لله رياض، نقولوا الحمد لله كو عندنا دي جون اللي سانتيريس لا سوفغارد تاع لو باتريمون اي بور بروموفوار هذا لو باتريمون هذا لازمنا دي زيكسبيريونس ولازمنا نتماشاو مع الوقت. رانا اون 2023 انني شويه ان بيور كونسيرفاتور بصح دو طون زون طون فير دي زيكسبيريونس باراي لازم لا كثرنا من هذا. الله يبارك يعطيك الصحه، سي بو.